في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية مهدئ ولا بتحطيلي حاجة عشان تجننيني وتحجري عليا اتريكي عمالة تزني على سفري لازم تسافري لازم تسافري عايزة تخلصي مني ليه لا والله يا ماما خص عليكي والله زي ما قلتلك ده مهدئ دي كذابة امال من ساعة ما جيتي ما فيش على لساني غير قولت سفري 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 عايزة تبعديني عن هنا ليه عشان خايفة عليك يا ماما خايفة عليك تفتكري وكبس يتحول حقيقة خايفة عليك تفتكري وانا مش جنبك والله يا ماما خايفة عليك كبوس ايه؟ تقصدي يا زيزي تقصدي ايه؟ معرفش معرفش بقى معرفش زيزي زيزي بنتي انت تعرفي حاجه وخبيها عليا
انا امك يا حبيبتي، ما تخافيش مني. انت ليلتها روحتي السخنه، شفت اخوك يا زيزي؟ طب شفتي مين اللي عملت فيه كده؟ يا زيزي تكون انتي. لو انتي ما تقوليليش، لو انتي يا زيزي اوعي تقوليلي. سافري يا زيزي، سافري يا بنتي، سافري سافري، ارجعي ارجعي مطرح ما كنتي. أعرف. انت عارفة اصلا، انت عارفة كل حاجة، وانا مش هينفع اسيبك هيك وبس اللي تفكرك وانا مش جنبك. انا بس كان معاها اجابة سؤالك، كان معاها الحقيقة لعلك رفضتي يفتكر. خرجت من المصحة رحت قابلتها. يعني انتي عارفة، عارفة كل حاجة، ومن قبل ما اقابل ريماس وانا عارفة. يوم ما لقيت الميدالية في السخنة حسيت لما قابلت ريماس أكدت لي كل حاجة. يا سبتي ايه يا محمد؟ إذن النيابة طلع؟ لسه يا باشا. طب اطلع دلوقتي حالا على المطار. بس انا مطار يا باشا، ما ممكن تسافر عن طريق البحر ولا اتصرف يا محمد. انا مش عايز زيزي تهرب زي ريماس. انا هتحرك دلوقتي يمكن الحقها. يلا ماشي يا باشا. باسبورات قريبي هيخلص لك كل حاجه في الجوازات. انا اهم حاجه عندي الباسبور بتاع فارس. تمام ولا ايه؟ دونت وري. بس انت هتوحشيني قوي. انت كمان هتوحشيني قوي يا ماجي. طب يلا بقى عشان نلحق الطيارة. اكسر الباب. معلش المشوار كان طويل، بس وعدك ان يكون ده اخر مشوار. بس انا بصراحة مش مصدق ان تبقى دي نهايته. انا اللي ابتديته وانا اللي لازم انهيه. ايوه بس حضرتك ما عملتيش اي حاجة. أنا اللي عملت كل حاجة يا عبدالله. لا، هو السبب. أنا الدب اللي قتلت صاحبها. طيب حضرتك تحب يا
مستناك يعني. حضرتك ممكن تغير رأيك ولا حاجة. وهو مستنيني هناك. أنا هطلب منه إن هو يسامحني. وأعيش معاه على طول. كمل طريقك أنت يا ابني. خلي بالك من نفسك. يا جميلة على فين كده؟ أول يوم ليا على الفرشة أهي جبرت وراحة تاني. جدع بس بعد كده بقى متهيألي مفيش فرشة والكلام ده. إذا كان على مصاريفكم وأنا برضو ممكن. لا مؤاخذة يا عبد الله، أنا عارفة إن أنت مجدع وكل حاجة، بس يعني متأخذنيش، هتفضل قاعد معانا لحد إمتى؟ مفيش حاجة بقى يالنا وأمي إلا ده. ده ولا غير ده. تكملي تعليمك الأول. انا قلت لك ما اعرفش انجليزي. انا قلت لك هعلمك. يلا هدي ده خشي جوه. خشي انا بعد كده هفضل معاك طول عمري يا ستي. خلاص ارتحتي كده؟ نادر بيه. ايه يا محمد لقيت زيزي؟ للأسف يا باشا ما لحقتهاش، سافرت برا مصر، بس مشينا هنا. هنا فين؟ جوه. أنت فاكرة لما تهربيها برا مصر مش هعرف أجيبها؟ أنا زيزي بنتي ما عملتش حاجة. زي فارس كده؟ وفارس ابني برضه ما عملش حاجة. أنا السبب في كل اللي حصل. صدقني أنا اللي أنت بتدور عليها. أنا اللي قتلت ابني. برضه بتداري عليها. ماشي. على العموم النتيجة بتاعت العينة اللي احنا خدناها من زيزي طالعة. وأنا متأكد إنها مطابقة للضفر اللي احنا لقيناه. أنت مش عايز تصدقني ليه؟ بقول لك أنا اللي كنت هناك. وده حصل فجأة ولا نمت وصحيت لقيت نفسك قتلة؟ أنا نمت وصحيت من كابوس. أنا كابوس أطول. كابوس طويل أوي. كان عقلي رافض يفتكره. كان رافض يصدقه. كان يرفض يصدق إن أنا اللي قتلت ابني. أنا السبب في كل اللي حصل له طول حياته. ريحوني بقى. ريحوني. أنا خلاص تعبت. أنا مش عايزة أعيش. عايزة أموت. عايزة أروح لابني فارس. شوف إسعاف يا محمد. أنا مشيرة. مدام مشيرة، مدام مشيرة. طب يا دكتور هي هتفوق امتى؟ للأسف هي دخلت في غيبوبة ودرجة استجابتها ما تتعداش 1%. يعني أنا مش فاهم، يعني أنا هقدر استجوبها امتى؟ أنا ما أقدرش أحدد لك. في ناس بتفوق على طول، في ناس للأسف ما بتفوقش منها. الله أعلم. بعد إذنك. شكرا دكتور. نادر بيه، قبل ما تتكلم أي كلمة، أنا عايز زيزي ورمس بأسرع وقت ممكن. مفيش داعي لكل ده يا باشا، نتيجة التحليل ظهرت، ومي زيزي اللي قتلت. قصدك
مشيرة كانت هناك ليلة الحادثة يا باشا، والضفر اللي لقيناه في جثة القتيل بتاعها. لا يا محمد، لا لا، مش داخلة دماغي. حتى لو كل التقارير بتقول انها كانت موجودة ليلة الحادثة هناك، في حلقة مفقودة، في أسرار لسه ما نعرفهاش. هي بس لو تفوق نعرف ايه اللي حصل يوميها ونخلص. ريماس حياتي عندك، قومي حضري شنط وروحي على العين السخنة، خلي بالك من بيتك وجوزك، وحياتي عندك. انت بتدور على ايه فارس؟ هي فين؟ ضيعتيها؟ لا يا حبيبي طبعا ما اقدرش اضيع حاجه انت جبتها لي، بس هي ساعات بتفلت من ميداليه وتقع. طب هي فين يا؟ طب انت عاوزها ليه يا فارس؟ انت كنت بتجيب لي الهديه دي عشان ارجعها تاني المصنع؟ وانا الهبل العبيطة اللي كنت فاكره انك انت جايبها عشان تفرحني؟ اخس عليك، ده انا قضيت عمري كله، فنيت عمري كله عشان اساعدك وافرحك يا كلب. انت هتمثلي ولا انت بتهلوسي ولا ايه؟ انا كل المشاكل اللي في حياتي بسببك. ويا كلب، وانا اللي كنت عايزه ارجعك المصنع تاني؟ طب ورحمه ابوك؟ ما انت معتبه برجلك تاني. شفتي؟ هي دي بقى طريقتك القذرة. لو ما نفعتش الصعبانيات نروح قلبين على الوش التاني. تعال حبيبي أشغلك معايا في المصنع، بس هنقيلك البنت اللي تتجوزها. خد فلوس بس خليك جنبي، محتاج لي. اغلط يا حبيبي وأنا اللي هلم وراك. أنت راجل يا حبيبي، بس تبعد عني وهتلوص. مش كده؟ مش ده اللي بتعمليه معايا طول عمرك؟ للدرجة دي أنا أم وحشة؟ للدرجة دي يا فارس؟ على قد ما بكره مسكنتك، على قد ما بكره كبروتك، بكرهك في 60 داهية، في 60 داهية. اوعى تفتكر إن أنا هشحت الحب منك أنت وأختك، تبقى غلطان. من النهاردة زيك زي أختك بالظبط، مش هتاخد مني مليم أحمر. لا، وهزلك اخليك كمان تاخد مصروفك من مراتك يا كلب. انت ايه يا شيخه؟ مفيش كلمه من اللي انا قلتها دخلت مخك. انت بتمد ايدك عليا يا ليلى، انت موت. ايه؟ انت فاكره نفسك ام يا شيخه؟ انت مش ام. أنا خلاص جبت آخري. بقولك إيه؟ قريبكوا المحامي ده هعرف يرفع قضية الحجر إمتى؟ لا ما تقلقش، عايزها مجنونة أخليها مجنونة تتنطط قدام القاضي، عادي، أحط لها نص ستامب أسد على شوية أم دي أمين. ماشي. سخنة إس عادي، بقولك متخانق مع أمي. لا والله، إذا كان كده ماشي، نتصرف. ماشي يا عم، خلاص هحاول أجيب فلوس. طب قول لي بقى، أنتوا قاعدين عند مين؟ هو المفروض ان انا كمان اللي اجيب الشنط؟ مش كفايه الطريقه اللي كنت بتسوق بيها
ولا كأن في واحدة حامل راكبة جنبك؟ والله مش أنا اللي جبتنا هنا، وبعدين مش أنا اللي كنت عايز بيبي. أنا جيت هنا عشان خاطر مامتك ما تزعلش، مش عشان أي حاجة تانية. وماما بقى نبهتك تديني مصروف ولا لأ؟ فارس، لو هنبدأها كده من دلوقتي يبقى نروح البيت أحسن. حبيبي أنا بس عشان البنزين، التانك قرب يخلص. أنا عارفة أنت عايز الفلوس اللي هتعمل بيها إيه. بقولك إيه، روح لأصحابك اللي أنت جاي لهم وسيبني في حالي، اعمل اللي أنت عايزه. طب بتردش عليا ليه؟ أنت إيه اللي جاب أمك هنا؟ يا ابني انت مجنون، انت ازاي تسيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي وتيجي تتفسح؟ اتفسح ايه يا امجد؟ اطلع من نفوخي السعادي. طب انا عايز فلوسي دلوقتي. فلوسي يا ابو فلوس؟ هو انت عندك فلوس اصلا؟ طب يا معلم لو ما اديتنيش فلوسي دلوقتي انا هطلع على امك واقول لها ان انت بتسرق المصنع. قول لها، قول لها عشان هتلاقي نفسك من غير شغل. انا غلطان ان انا شغلتك عندي. انا ما بشتغلش عند حد. لا انت شغال عندي، ولولايا كان زمانك كلب في الشارع من غير شغل. فارس لم لسانك عشان ما مديش ايدي عليك. مد ايدك عليا يا امجد، وريني هتعمل ايه. فارس انا عايز فلوسي دلوقتي. ترفع عليا مطوه يا امجد؟ طب اهو اهو، وريني هتعمل ايه بالمطوه. عايز تعورني يا امجد؟ عورني، وريني هتقسيني ازاي. انا عايز فلوس يا فارس. وريني هتعمل ايه. عايز فلوس. ايه يا عم فلوس ايه يا عم؟ انا هوريك، انا هوريك. امشي يا امجد عشان خاطري. اوعي بقى عشان خاطري. امشي يا امجد، امشي يا امجد. هو مش عارف هو بيعمل ايه يا امجد. امشي بقول لك. يلا يا جبان. وانتي فين الفلوس اللي ماما اديتها لك؟ والله ما ادتني حاجة. ما تحلفيش كده يا ريماس. فين الفلوس اللي ماما اديتها لك؟ والله ما ادتني حاجة، ما كانش معايا يكمل. ادتني كريدت كارد بتاعها. فين الكريدت كارد؟ هاتيه هاتيه. طيب لازم اتعوض. طلعي الكريدت كارد. فين؟ طيب طلعيه. طلعي طلعي الكريدت كارد. فين الباسورد يا ريماس؟ مش حافظة الباسورد. قولي الباسورد. يعني ايه هتدي لك الكارد من غير باسورد؟ فين؟ وانا قفشت في الهروب في العربيه. عارفه لو بتكدبي عليا يا ريماس. الكلب ريماس. يا ريماس يا ريماس، اشتغلي. افتحي افتحي بول. ايوه يا ماما. بتكلمي مين يا ريماس؟ عيني. مالك يا بنتي؟ في ايه؟ فارس الجنه خالص. اديني على ريماس. ماسك كده وانت ما عرفتش موتني. ايه؟ يموتك يعني ايه؟ بتكلمي مين يا ريماس؟ ايه الزعيق اللي عندك ده؟ بتكلمي مين يا ريماس؟ بتكلمي مين؟ العين يا ماما، مش عارفه اتصرف. افتحي احسن من موتك. ريماس انا جايلك حالا يا بنتي. الو الو، سامعاني؟ سامعاني يا بنتي؟ افتحي. بتكلمي مين؟ سلام عليك ماما.
دي كذابة. افتح لي. دينا؟ ايه؟ قطعت عليك شهر العسل؟ انت ايه اللي جابك انت كمان؟ خايف مراتك تزعل؟ انا مش مصدقه بجحتك وكمان جايبها وراك لحد هنا؟ سوري يا مدام، اصل احنا متعودين نبقى في المكان ده لوحدنا. امشي اطلعي برا. ايه مش عايز تجربنا مع بعض؟ ده انا هدفنكم انتوا الاثنين مع بعض. تدفني تموتني ترميني في النيل زي اياد مش فارقه كتير. بقولك ايه، كده كده انا رايحه في داهيه. لا يبقى تروحي 60 داهيه بعيد عني. بقولك اطلعي برا. بقولك اخرجي. روحي 60 داهيه كده. كلمي مين؟ كلم بابا يجي ياخدني من هنا. قولي له ايه؟ قولي له كل اللي عملته فيا يا بنت. قولي له ايه؟ هات التليفون ده. قولي له كل حاجه ما بقتش فارق معايا يا بنت. هات كلمت صاحبك اقول له كل اللي عملته. هات التليفون ده. طيب اسمع. هات التليفون. ريماس، ريماس، ماما، ريماس انت فين؟ انا في الحمام. ما تخافيش ما تخافيش. لو شفتي اللي عمل فيني كده زي فارس عايز يموتني عايز ما نعرفش ليه. ماما يولعني. لا تعالي ما تخافيش. هو في انهي داهية؟ حقك عليا يا بنتي، حقك عليا. واخد مخدرات مش كده؟ انا عايز افهم ايه اللي حصل لكل ده. ها تعالي. معلش يا حبيبتي اقعدي اقعدي هنا معاكي ما تخافيش. لازم الاقي لها حل، لازم الاقي لها حل. حقك عليا. انت ايه اللي جابك هنا؟ نعم يا اخويا. انا سايب لك البيت وانت جايه ورايا. انت بتقول ايه يا واد؟ انت اللي كلمتيها صح؟ ماما ما تخافيش كده. ها؟ بتعمل ايه؟ لا انا بتكلم انت كمان. انت مالك انت وعمي ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ عشان عمايلك. ودي عمر من عمايلك. سيبها انت بتعمل كده ليه؟ انت حامل هتسقط. انا مخش عايز الولد ده. مش انت اللي عايزه البيبي؟ طب لا ما قلتها لك وهموت. خش بيبي.
ايه يا باشا؟ الست ما رمشتش من ساعة ما جينا. مش عارف يا محمد هنفضل لغاية امتى مش فاهمين أي حاجة. والست دي قافلة على كل الأسرار. متهيألي يا باشا وجود الدليل مع اعترافها خلاص كده القضية خلصت. طب خلصت رسميا. لكن هنا عندك حق يا باشا. أنا كنت فاكر لما الاقي القاتل خلاص هنستريح. بس اللي هيجنني بقى ازاي الست دي تقتل ابنها بالشكل البشع ده؟ حتى لو كان نتيجة غضب مثلا، ما انهارتش مثلا، ما ندمتش. طب ازاي قدرت تتماسك وتفكر وتحاول تمحي اثار الجريمة؟ ما محيرني اكتر يا باشا، هي ليه خلت الجثة في مكان وراس في مكان؟ الكومباوند اللي هي متعاقده معاه عشان تشيل زبالته. تفتكر صدفه يا باشا؟ اصل يعني كل الكومباوندات في المكان ده تبعها. ماشي صدفه. بس الموبايل بقى ليه ما رميتوش مع الجثه؟ ماشي اتلخبطت ارتبكت خافت. اللي هيجنني بقى ايه اللي ما خلاهاش تكمل؟ يعني ليه ما شالتش اثار الدم والتكسير اللي في الشاليه زي ما شالت الجثه وشالت اثار البصمات من على البطن؟ فعلا ده هي خافت الجثه اساسا عشان تمحي اي احتماليه وقوع جريمه في الشاليه. بس السؤال الأهم دلوقتي، فين رماز من ده كله؟ دي كانت مرمية على الطريق. طيب لو مشيرة هي اللي نقلتها، طب ليه ما ودتهاش جنب أقرب مستشفى لو عايزة تنقذها؟ الحمد لله على السلامة يا عينيا. الله يسلمك. يلا شيليني. فارس انا ما ينفعش اشيلك طول ما انت قادر تمشي، فاهم؟ بس انا تعبان. يوم ما تتعب بجد انا اول واحدة هتشيلك. زيي بالظبط. مش انا لما اتعب انت اول واحد هتشيلني؟ ربنا يخليك ليا.
لو حضراتكم منتظرين التقرير هو جاهز. يعني مفيش امل انها ممكن تفوق النهارده خالص؟ معلش يا دكتور، بعد اذنك طبعا، انا بس كان عندي كده كام سؤال بعيدا عن الرسميات والتقارير. الست دي ازاي قدرت تخدعنا الوقت ده كله؟ ازاي قدرت تقتل ابنها بالشكل البشع ده؟ كنت اتمنى ان انا افيدك، بس الحقيقه انا مش متابع حالتها، ما اقدرش اعرف ملابسات اللي حصل ايه. نادر باشا يقصد يقول لك انها بتدور على القاتل من اول يوم، وما بانش عليها خالص انها بتكذب. وحتى لو كانت بتخدعنا الوقت ده كله، ده مستحيل. ايه اللي يخليها فجاه تيجي تعترف؟ طب تقدر تفتكر هي قالت لك ايه بالظبط ساعه ما جت تعترف؟ كلام غير متناسق، يعني انا ناسيه، مش فاكره، الكوابيس مش قادره اصدقها، كلام من كده يعني. طب ما هي ممكن فعلا تكون ناسيه. الشخص لما بيتعرض لصدمه قويه جدا، مثلا زي فقدان احد الابناء بطريقه بشعه، العقل بيرفض ان هو يصدق، وبيحاول يدفن الذكرى السيئه دي في اللاوعي، وبالطريقه دي ممكن ينسى كل حاجه. اضطراب كهربي ما بعد الصدمه، مش كده؟ الامينيجيا، وده اعراض من اعراض النسيان والكوابيس والفلاش باك اتاكس وقله النوم، اللي انا متاكد ان هي عانت منه طول الفتره اللي فاتت. شوف يا نادر بيه، العقل ده عامل زي صندوق اسود، كله اسرار وذكريات قديمه قوي. العقل بيختار اللي هو بيبقى عاوز يفتكره بس، والباقي بيدفنه عشان يحمينا من اثاره. زي اللي حصل لها كده بالظبط. عقلها رفض ان هو يعترف بحكايه موت ابنها بالطريقه دي، وكل اللي كان بيحاول يفتكره القاتل اللي عمل كده في ابنها. يعني حضرتك تقدر تقول كده كان في صراع ما بين الوعي واللاوعي، وكل واحد فيهم كان حاول ينتصر على التاني بمنتهى القوة. وأثناء الصراع ده كل الذكريات القديمة بتطفى على السطح، منها بقى المؤلمة والسيئة في أغلب الأحيان، وفي النهاية ممكن ينسى كل حاجة بالكامل. طب دكتور، بس اللي أنا فاهمه إن النسيان ده بيمتد لأيام، لساعات، دي دخل على شهر. كلامك مظبوط، وفي حالات قليلة بتستمر لشهور، كل واحد وعلى حسب حجم الصدمة اللي بيتعرض لها. بس يا دكتور، دلوقتي الجريمة حصلت في مكان تاني، ازاي قدرت تسوق وترجع القاهرة ويحصل لكله وترجع برضه ناسية؟ بتمشي وهي نايمة ولا ايه؟ لا، المشي أثناء النوم حاجة تانية. الفكرة إن وقت الصدمة العقل بياخد قرار سريع بالإنكار، يعني سامعة وشايفة اللي بيحصل، لكن جواها قرار وتصميم على الإنكار، وكأن اللي بيحصل ده كله ما يخصهاش. زي لما نشوف حلم مزعج أو كابوس، بنكون شايفين وحاسين كل حاجة، لكن عقلنا طول الوقت بيطمنا إنه وهم مش حقيقي، مجرد كابوس وهنصحى منه. لكن كوابيس كتير بنصحى ناسينها، لكن بتبقى سايبة أثر مقبض. وطبعا بالنسبة لحالة مشيرة، هي صحيت ناسية الكابوس ده. بيتهيألي كده. طب دكتور، الغيبوبة اللي دخلت فيها دي تفسيرها ايه؟ الغيبوبة دي ما هي إلا وسيلة أخيرة للهروب، زيها زي النسيان بالظبط. يعني ايه؟ أفهم من كده إنها عمرها ما هتفوق ولا ايه؟ الله أعلم، مفيش حد غيرها هيبقى عارف إجابة السؤال ده. أدفع نص عمري وأدخل جوه دماغها دلوقتي أشوف بيدور فيها ايه؟ سامحني يا فارس، سامحني يا رب، أنا السبب في كل اللي حصل. انسي، انسي كل حاجة بجد، خليكي معايا. هفضل معاك على طول، مش هسيبك لحد آخر يوم في عمري. هتفضلي طول حياتك بتحلم؟ هفضل طول حياتي معاك، ولو كابوس مش عايزة أصحى منه. Thank you.
تخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حب يأذي يهدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض